طبعا الأمر أوفست يستخدم في الرسم المعماري كثيرا وخصوصا الرسم الإنشائي. طبعا الأمر أوفست مثلا عندي دائرة، طبعا هذه الدائرة مثلا نصف قطرها خلينا نقول 50، طبعا الدائرة صغيرة. طبعا حبيت هاي الدائرة تتكرر إلى الخارج بمساحة مثلا 5، يعني هي 50 وحبيت أرسم دائرة تبعد عن هذه الدائرة 5. في أما أجي هنا أرسم دائرة، يعني راح تكون مثلا ما أعرف إنه هذه سنتر أنا رسمتها أو قطر، خلينا نرسم مثلا 55 جيد. يعني أما أرسم دائرة 55 أكبر من عدها بخمسة، أو نجي نختار الأمر أوفست. الأوفست هو رسم بإزاحة معينة، فنجي إلى أوفست راح يطلب من عندي specify offset distance، يقول لي حدد لي الإزاحة أو المسافة شقد الأوفست اللي تبعد عن الرسم اللي تريده أنت. مثلا راح أختار 5 موافق. بعدها راح يقول لي حدد لي الجزء اللي تريد أسوي لك إلى نسخة بمسافة معينة هذا الجزء، فراح يقول لي إنه هاي المساحة تريدها للخارج، لو تريدها للداخل انزل لي جوا، اذا خليتها للبرة راح يكون لي برة. ايضا بامكاني اسوي اوفسيت جديد وراح يكون الاوفسيت بازاحة او مسافة 5. ايضا بامكاني اغير الاوفسيت، مثلا اخلي 10 واجي اختار هذا الجزء مثل ما نلاحظ هذا هو الاوفسيت. جيد. طبعا الاوفسيت ممكن يصير للخطوط، ادي هذا خط ومثلا هذا الخط 50 وحبيت اسوي خط اخر بمساحة مثلا 3 او 4 او حتى ممكن 5، فاجي الى offset اكتب مثلا هنا ايش قد المساحة اللي اريدها اللي تبتعد مثلا 5، هيقول لي حدد لي الخط، هذا هو الخط وهذا هو الخط. جيد. ايضا الoffset ممكن يصير للمربعات مثلا، فمثلا عندي مربع راح يكون يقول لي حدد لي الركن الأول وبعدها راح يقول لي حدد لي الأبعاد، مثلا هذا المربع راح يكون 5 × 5 أو مثلا 100 × 100 في دايميتر، فراح أختار 100 عفوا طبعا دايمنشن وليس دايميتر 100 ومن ثم 100 للارتفاع. جيد. أيضا بإمكاني أنه أسوي أوفسيت، مثلا راح أختار أوفسيت 10 وبإمكاني أنه أحتاج هذا الأوفسيت. جيد. الآن تعرفنا على الأمر offset. طيب شنو فائدة offset بالمجال الإنشائي؟ مثلا أنا عندي رسم مثلا غرفة، هذه هي الغرفة مثل ما نلاحظ، وليكن هذه الغرفة 5 × 6 مثلا. جيد. طبعا دائما بالرسم الإنشائي يرسمون الحوائط، وهذه الحوائط تكون عبارة عن خطوط أخرى، يعني مثلاً إذا أرد أرسم الحائط الخاص بالغرفة مثل ما نلاحظ هذا هو الجزء هذا اللي تلاحظون الملون، هذا هو الجزء الخاص، هذا الحائط الخاص بالغرفة. وطبعاً في الغالب الحائط هذا يكون سمكه ربع متر، يعني 0.25 متر أو 0.25 يعني معناه ربع متر، يعني هذا دائما يعني خلينا نحكيها بالعامية سمك الطابوقتين، يعني هنا أنا مو راح نصف الطابوق هذا مثل ما نلاحظ، طبعا طابوقتين هذه الطابوقتين سمكهن 25 سنتيم أو 0.5 أو حتى ممكن يكون بلوك، أيضا البلوك يكون العرض 25. طيب أنا ما معقولة أجي أرسم يعني الجزء الأول وبعدين أجي أرسم الجزء الثاني، لا أجي أرسم الجزء الأول وأسوي offset للجزء الثاني بإزاحة أو مسافة أو 0.25. يعني مثلاً راح أجي أرسم هنا غرفة، أجي إلى مثلاً هذا المستطيل وأختار الركن الأول بعدها dimension، راح تكون عرضها 4 وراح أكتب هنا 4 انتر، وارتفاعها راح يكون 5، فأجي هنا أكتب 5 ومن ثم اوكي. اذا الاحظ انه هذه غرفة، طيب هذه الغرفة حبيت اسوي الحوائط الخاصة بها، اجي الى الامر offset وراح يقول لي حدد لي ايش قد الاوفسيت السمك او الازاحة او المسافة اللي تبعد عن الجزء الاول، طبعا راح يكون 0.25 اللي هو ربع متر، فاجي هنا. اما الغرفة اذا كانت الصافي يعني الجزء، يعني خلينا نتراجع هنا،
إذا كانت الغرفة بالقياسات بالتصميم مخلين أنه أبعادها يعني 50 هذه الصافي من الداخل 5×6 راح يكون الأوفسيت للخارج. إذا كان لا الأوفسيت هو من الخارج من نانا يعني من 5×6 هو من الخارج يعني الحيطان من ضمن مقاسات الغرفة فراح يكون الأوفسيت إلى الداخل. طبعا لنفترض أنه إحنا الصافي يعني صافي الغرفة هو 5×6 فراح يكون الأوفسيت إلى الخارج، فراح أجي أحدد هذا الجزء وأطلع إلى الخارج فراح يكون عندي هنا للغرفة. طيب وهكذا طبعا نقدر نرسم بقية يعني مثلا البيت. طبعا راح نجي ناخذ مثلا غرفة أخرى ممكن نخليها بصف هاي الغرفة. أيضا نجي إلى الأمر ركتانجل وطبعا راح يقول لي حدد لي الركن الأول. مثلا أنا أجي هنا أحدد، خلينا نجي نكبر، أنا أريد الغرفة الثانية اللي هي 5 تكون من هنا يعني تبدي، بس ما أريدها تكون يعني ملتصقة مع هذا الخط، أريدها تكون هنا. طبعا شنو اللي أسوي؟ طبعا هذه أوامر الأوبجكت سناب راح نشرحها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون خاصة بالأوبجكت سناب. إذا لاحظ أنه هنا عندي هذا اللون الأخضر، هذه الخطوط أو المربعات اللي هي باللون الأخضر، ممكن هذا هنا يكون عندي خط، ممكن يكون عندي مربع، ممكن يكون عندي أشكال أخرى. هذا تسمى أوبجكت سناب علامات الالتقاط أو أدوات الالتقاط. طيب شنو الغاية من عندها؟ الغاية أنه أنا لو ردت أرسم خط، هذا خط بدون الأوبجكت سناب، طبعا اذا اجي هنا اضغط كليك ايمن اوبجكت سناب سيتنج وراح اجي مثلا الغي الاند بوينت، هاي كلها راح نشرحها ان شاء الله يعني ان شاء الله بالتفصيل كلها كلير اول، خلي اجي الغيها ومن ثم اوكي. طبعا انا سلغيت الاوبجكت سناب، هذه كلها راح نشرحها ان شاء الله الاوبجكت سناب، بس هسه كمثال انا هسه اجيت يعني لغيت الاوبجكت وحبيت ارسم خط يلامس هذا الركن، شنو اللي اسوي؟ طبعا اجي هنا اخلي الماوس قريب عليه واجي اضغط كليك ومن ثم انت. إذا لاحظ انه هذا الخط هو ملامس لهذا الركن. طبعا انا اشوفه هو ملامس ولكن في الاصل هو غير ملامس. اذا اجي اكبر 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 اذا لاحظ نشوفه اصلا اولا نازل وثانيا بعيد عن، شوف لاحظ بعيد. هذا طبعا هندسيا خطأ كارثي، ما يصير هيك خط، فلابد انه يكون ملامس. طيب شلون اخلي الخط يكون ملامس تماما؟ اجي هنا اضغط كليك ايمن على هذا المربع اوبجكت سناب سيتنج، عندي هنا الاند بوينت افعلها والسنتر، وطبعا ذني كلهم راح نشرحها ان شاء الله. مثلا ذني يكتفي، فعد ما فعلت الاوبجكت سناب راح عد ما اتقرب للركن اذا لاحظ هنا راح يطلع لي مربع اخضر، يعني معناه يقول لي انت هسه حاليا ملامس تماما. عند ما اضغط هنا كليك وارسم، اذا اجي هنا اكبر راح الاحظ ملامس تماما بالمضبوط. طيب ذني ادوات الاوبجكت سناب راح نشرحها وراح ناخذ امثله عليها عديده ان شاء الله بالمحاضره القادمة. طيب أنا أريد أرسم خط مقابل هذا الخط وملامس لهذا الخط، شنو أسوي من خلال الأوبجكت سناب؟ أخلي بهذا الركن وأمشي طبعا أجي أنزل هنا بهذه المنطقة، مثل ما لاحظ أنه راح يكون عندي خط، هذا الخط مقابل هذا الخط وملامس لهذا الخط مثل ما تلاحظون. جيد، طبعا هذه هي الغرض من الأوبجكت سناب. هنا يعني فقط حبينا نهيئكم للأوبجكت سناب، إن شاء الله راح نشرحها بالمحاضرة القادمة. طيب أيضا بإمكاني أنه أرسم خرائط البيوت وبطريقة أخرى بطريقة اللاين، يعني مثلا عندي غرفة اللي هي مثلا 4×5، أيضا أجي من خلال الأمر لاين أجي أضغط هنا كليك وراح يكون البعد 4 وأنزل إلى الأسفل راح يكون 5، وطبعا راح أمشي 4 وراح أصعد انتر. أيضا أقدر أعمل أوفسيت، أجي إلى الأمر أوفسيت وراح أكتب 0.25، وطبعا بإمكاني أنه أحدد هذه الأجزاء، يعني أما وحدة وحدة أما يعني أقدر طبعا أعمل طرق أخرى، أما أقدر أعمل جوين لهذه الأجزاء وأسويها عبارة عن شكل واحد وأسوي لهم أوفسيت. طيب مثل ما لاحظ أنه صار عندي هنا أوفسيت. أيضا بإمكاني أعالج هذه المساحات المفرغة، يعني هنا مثل ما لاحظ أنه شرحنا إحنا بأول محاضرة أنه هذا هو خط
لاين وليس بولي لاين، يعني خط متقطع. لابد انه نخليه نحول هذه الخطوط الى خطوط متصلة مع بعض. طبعا نقدر نحولها الى خطوط متصلة من خلال انه نحددها كلها، وطبعا نجي الى اوامر التعديل، وعندنا الامر اللي هو join. هذا هو الامر join، اضغط على اوكي. اذا الاحظ انه فعل الخطوط وحولهن من خطوط متقطعة الى خطوط متصلة. الان من اجي اعمل offset 0.25، راح الاحظ انه راح يكون عندي offset منتظم تماما مثل هذا الشكل. طبعا هذه مقدمة للامر offset ومقدمة لرسم خرائط البيوت. ان شاء الله راح نتعمق اكثر من خلال المحاضرات القادمة. طبعا واجب هذه المحاضرة هو رسم مجموعة دوائر ونعملهن offset، ومجموعة خطوط ايضا offset، ومربع وايضا نعمل له offset. هذا راح يكون هو واجب هذه المحاضرة. طبعا هذه الخريطة اللي راح يتم رسمها في هذه المحاضرة، وطبعا راح يتم تقسيم عملية الرسم الى مجموعة محاضرات. في هذه المحاضرة راح نرسم الحدود والحوائط، وفي المحاضرات القادمة راح نرسم الأبعاد والنصوص، وايضا راح يتم توزيع الرسم على عدة طبقات. طبعا هذه الخريطة بعرض 10 متر وارتفاع 20 متر، واذا لاحظ ان القطعة صافي 10 في 20. طيب عندنا هنا غرفتين نوم، عندنا غرفة 4 في 5، الاربعة راح يكون العرض والخمسة هو الارتفاع. الغرفة الثانية بنفس مساحة الغرفة الاولى، عندنا هنا منور 1 متر صافي، وهنا ايضا منور 1 متر صافي. عندنا هنا حمام تابع لهذه الغرفة. عندنا هنا ايضا سلم دائري او حلقي، وطبعا صالة مع حمام ومنور. هنا عندنا هذا المنور هو متصل بين المنور الطولي. ايضا عندنا مطبخ هنا اللي هو عرضه راح يكون 5.25 في 3.5 ارتفاع، وطبعا المطبخ يتكون من جزئين بارد وحار، واستقبال 4 عرض و5 ارتفاع. وعندنا هذه هي الطارمة او المساحة، او ممكن نسميها جراج للسيارة. طبعا ممكن هنا يكون حمام خارجي لا بأس، يعني ولكن لابد انه نصغر حجم الشباك او يتم الغاء الحمام الخارجي. طيب في البداية ملاحظة انه جميع الحوائط تكون بسمك 0.25 متر، اي 25 سنتيمتر، او 0.25 من المتر. طيب الان راح نبدأ برسم الغرفتين، هذه غرف النوم. طبعا نجي الى برنامج اوتوكاد، راح اختار الركتانجل. طبعا راح يطلب من عندي الركن الاول، راح اختار دايمنشن، راح يطلب من عندي العرض راح يكون 4 والارتفاع راح يكون عندي 5، وايضا راح يطلب من عندي تحديد الركتانجل، راح اضغط كليك. طبعا مثل ما شرحنا طريقة رسم المستطيل والمربع في المحاضرات السابقة. طبعا هذا رسمت 4 في 5 اللي هو صافي الغرفة، يعني اذا لاحظ هذا الجزء صافي الغرفة هو 4 في 5، فلا بد انه نضيف الحوائط اللي هي سمكها راح يكون 0.25. طبعا نجي الى offset، وطبعا نحدد 0.25، ونجي نحدد هذا الجزء ونرتفع الى الاعلى وليس الى الداخل، الى الاعلى. جيد، الان راح نرسم الغرفة الثانية. طبعا نجي الى rectangle، وراح يطلب من عندي تحديد الركن. طبعا راح اختار هذا الجزء، والماوس راح يكون بهذا الشكل. هذا الجزء امشي به الى اليمين، والى ان يصير عندي هنا نقطة تقاطع اضغط هنا كليك، وعندي طبعا دايمنشن. العرض راح يكون 4 والارتفاع راح يكون 5، اضغط كليك بهذه المنطقة. طبعا ملاحظة عندنا هنا اورثو، امر اسمه اورثو. الاورثو لابد انه نفعله. طيب شنو هو هذا الاورثو؟ اذا اجي هنا ارسم خط اقدر ارتفع مثل ما نلاحظ هذا الخط، فممكن يكون يعني خط اعوج. طيب فاذا اجي افعل الاورثو هنا نصير بها علامة ازرق، الاحظ انه الرسم اما يكون عمودي اما يكون افقي، وما ممكن ارسم فتشي مائل. بما انه احنا عندنا هنا رسم مربعات وخطوط مستقيمة، فما احتاج الخطوط المائلة، فضروري افعل الاورثو حتى يكون عندي الرسم مستقيم.
طيب الآن نجي إلى الأوفست، وطبعا مثل ما نوهنا نجي نختار المساحة اللي هي آخر مرة استخدمناها 0.25، يا أما أجي أكتبها مرة ثانية يا أما أضغط إنتر، فهو راح يعرف أنه راح أستخدم نفس المساحة الأخيرة اللي استخدمتها آخر مرة. جيد، راح أجي هنا أضغط كليك وأرتفع إلى الأعلى. ممتاز، ألاحظ هنا عندي فت خلل صار. شنو هو الخلل؟ عندي هنا ألاحظ هذا مستطيل، هذا لا ألاحظ مستطيل، وعدي هذا مستطيل، أي أن يعني بهذه المنطقة خطين من المستطيلات، يعني عندي خطين، فبالترم لازم أنتبه أنه هنا عندي خطين لازم أعمل مرتين ترم، أو بإمكاني أسوي إكسبلود تفجير وألغي أحد الخطوط. طيب رسمنا هذه الغرفة، رسمنا هذه الغرفة. جيد، الآن نجي نرسم هذه اللي هي مساحة السلم. طبعا هذه كلها هي صالة، كلها راح تكون صالة. جيد، فراح تكون هذه 4، عرضها 4، في ارتفاعها 4. طيب هنا ما عدنا العرض، شلون عرفنا؟ هو نفس عرض الغرفة، فراح يكون 4 × 4. جيد، فنجي إلى الركتانجل، نحدد الركن هذا، طبعا كبر هذا الركن، ما أضغط بالماوس بس مجرد أخلي الخطوط عندي بهذا المكان. جيد، وأجي إلى دايمنشن، راح أخلي 4 × 4، وطبعا أضغط كليك بالأسفل. جيد، بنفس الطريقة طريقة الأوفست، أضغط إنتر حتى أخذ نفس القياس وأحدد كليك وأرتفع إلى الأعلى. ممتاز، الآن بعد ما رسمنا جزء من الصالة نجي نرسم الجزء الآخر اللي هو الاستقبال، راح يكون 4 عرض و 7. فنجي إلى الركتانجل وطبعا نختار هذا المنطقة، وطبعا نختار الدايميشن، نكتب 4. طبعا أول شيء يتم طلبه هو العرض، ومن ثم الارتفاع اللي هو 7. أضغط كليك. جيد، أيضا بنفس الطريقة الترم، طبعا أقبل بنفس السمك، موافق يعني إنتر، وإلى الخارج. جيد، الآن رسمت الغرفتين وجزء من الصالة اللي هي منطقة السلم، ورسمت الاستقبال. جيد، الآن عندي مساحة، هذه المساحة 1 متر تبعد عن الجدار أو الحائط الخارجي، فراح أجي أرسم 1 متر هنا بهذه المنطقة، وحتى يكون عندي هنا حتى يكون عندي حدود للجدار الخارجي. فأجي هنا بالخط يعني بالأمر لاين، أختار هذا الركن وأجي 1 متر، وطبعا هنا راح يكون عرض القطعة 10، فراح أجي أكتب 10 متر إنتر. إذا أجي هنا ألاحظ راح يكون عندي من هنا لهنا 10. طيب وعدي هذا الخط الكبير، أو قبل ما أرسم الخط الكبير خلي أكمل هذه المنطقة، أجي لهنا عدي أوفست، طبعا لازم أعمل أوفست، أوافق على نفس السمك الأخير، وهذا الخط راح يكون إلى اليمين، وهذا الخط راح يكون إلى الأعلى. طيب ممكن واحد يقول ليش إلى الأعلى؟ لأن عندي صافي هذه المنطقة متر، فهذا لازم يكون جدار خارجي إلى الأعلى. طيب هنا أنا صار عندي خلل، يا أما أستخدم الأمر إكستند، يا أما عندي موضوع بسيط أضغط إسكيب حتى أنهي الأمر أوفست، أجي أضغط كليك على هذا الخط، وأجي أضغط كليك على هذه النقطة وأرفعها تكون بهذه المساحة. جيد، الآن بعدين نستخدم الأمر تريم وننظف هذه الزوائد. جيد، الآن راح نجي إلى الأمر لاين، نحدد من الأعلى، ليش؟ لأن صافي القطعة 20، فنجي نكتب 20 إنتر. ممتاز، الآن هذا الخط راح أسوي له أوفست إلى الداخل، أوفست أيضا نفس المساحة اللي هي 0.225. جيد، بس ممكن واحد يقول زين ليش هذا صار الأوفست إلى الداخل وهذا الأوفست إلى الخارج؟ هنا الأوفست إلى الخارج يعني عندنا هنا متر
وهذه ما حسبنا القطعة، يعني هاي المسافة من هنا لهنا اللي هي يصير متر وربع، فبما أنه رسمنا متر فبعدنا الجدار ربع متر. أما هنا عندنا صافي القطعة 10 متر، فما ممكن إذا أسوي الخط إلى الخارج راح تكون 10 ربع، فراح يكون إلى الداخل حتى يكون الجدار من ضمن مساحة القطعة. جيد، الآن عندنا هنا حمام بمساحة 1.75 متر طبعا للطول وللارتفاع، فراح نرسم مربع راح يكون 1.75 متر طول وارتفاع. فنجي بالبداية راح نرسم خط من هذه النقطة، لا بأس ان يكون للنهاية ولا بأس يكون لهذه المساحة، خلي يكون للنهاية لا بأس، وايضا خط اخر من هذه المنطقة. طبعا نجي الى الامر تريم، نضغط انتر، وطبعا نجي ننظف هذه الخطوط. ممتاز، الان راح نجي نختار المربع ونحدد هذه النقطة ونختار طبعا دايمنشن، راح يكون 1.75 متر للعرض، 1.75 متر للارتفاع. ممتاز، الان راح نجي الى الامر اوفست بنفس المساحة اللي هي ربع متر، راح يكون اوفست الى الخارج. جيد، رسمنا هذا الحمام. اذا لاحظ هنا عندي حائط، فراح يكون عندي خط من هنا الى الاعلى. جيد، فراح نجي الى الخط الامر لاين، وطبعا نحدد من هذه النقطة ونرتفع الى الاعلى. اوكي، جيد، الان بامكاني هذا الخط احدده، وطبعا يكون ينزل بهذه المنطقة، وايضا الان من الامر اوفست اوافق على نفس المساحة، وهذا الجزء راح يكون بهذه المنطقة. طيب، اكملت هذا الجزء. اذا لاحظ انه هاي المنطقة راح يكون بها قطع، فاجي الى الامر تريم اوكي بهذه الطريقة. جيد، الان رسمنا الغرف ورسمنا المناور والحمام والصالة، فقط نختم الخريطة، نختم هذه المنطقة. طبعا نكبر نشوف. اذا لاحظ هنا عندنا من هذه المنطقة، من هذا الحائط الى هذا الحائط، عندنا 5، وعندنا المطبخ اللي هو راح يكون عرضه 5.25 وارتفاعه 3.5. طبعا نجي نرسم خط على بعد 3.5. طبعا عندي عدة طرق، من ضمن هذه الطرق بامكاني استخدم الاوفسيت، فاجي اكتب هنا 3.5، اشوف 3.5، اتاكد من عنده 3.5، وانتر، فاجي احدد هذا الخط احدده، وراح يكون بهذه المساحة، هذه صار 3.5. طيب، اجي اسوي له اوفسيت اللي هو راح يكون 0.25، راح ينزل الى الاسفل بهذه الطريقه. طيب، عندي هنا جزء حار بعدين الرسمه، هذا اللي هو الجزء الحار بعدين الرسمه. الان رسمنا هذه المنطقه وهذه المنطقه مرسومه، فقط عدي هنا هذه المنطقة، عدي 5 متر منا اللي هنا، فراح نجي نسوي اوفسيت لهذه المنطقة 5 متر. طبعا يا اما اوفسيت 5 متر يا اما هذا الجزء نسوي له اغلاق، يعني هذا الخط عدي هنا 20 اني مرسوم عندي اللي هو هذا. طبعا اجي لهنا على هذا الخط، اضغط واخلي الماوس هنا وانزل لهذه المنطقة، وطبعا راح ارسم بهذه المنطقة، وأيضا عندي أوفسيت هنا، أنا أجي إلى الأوفسيت أضغط على إنتر، وطبعا هذا الجزء راح يكون وهذا الجزء راح يكون أوفسيت الحوائط. فقط عندي هنا الجزء الحار، طبعا هو ما مبين، يعني إنه يعني هو كل المساحة طبعا 1.75 مربع يعني، فما مبين، وايضا هنا أنا اعتقد اكو خلل يعني بالتصميم، فالمفروض المساحه تكون مربعه، هذا الجزء يكون مربع يعني. فراح نرسم نفس هذا الجزء، راح ناخذ من عنده كوبي ونخليه ممكن بهذه المنطقه بالمنتصف، فنجي الى الامر كوبي،
محددة، وطبعا شرحنا الأمر كوبي. راح يطلب من عندي تحديد الجزء اللي أحتاج نقله، هذا الجزء أضغط على Enter. راح يطلب من عندي مساحة النقل، فراح أختار من المركز هذه الطريقة، وطبعا راح أخليه بهذه المنطقة يعني المركز إلى المركز، وبعدها Escape. ألاحظ أنه أصبح عندي بهذه الطريقة. طبعا بس فقط ملاحظة، في حال أنه المركز يعني راح أرجع تراجع، في حال لو أجيت هنا بالأمر كوبي وحددت هذا الجزء Enter، وهنا هذه نقطة المركز ما طلعت لي، أجي هنا على أدوات الأوبجكت سناب على هذا المربع، أضغط كليك أيمن أوبجكت سناب وأفعل، طبعا نفعل Insertion ونفعل السنتر، نفعل الميد بوينت اللي هي نقطة المنتصف، نفعل يعني الأغلب هذه الأجزاء. طبعا راح نشرحها إن شاء الله احنا بالتفصيل في محاضرة مختصة. طيب بعد ما فعلت راح تطلع لي عندي الميد بوينت، فأجي أخذ من عندها كليك وراح يصير عندي تطابق هنا مع هذه الميد بوينت، فأضغط على Enter. جيد، الآن بعد ما رسمت هذه الأجزاء راح أجي إلى الترم، أضغط على Enter. جيد، الآن قبل كل شيء راح أجي أفجر هذا المستطيل. طيب شن يعني أفجر؟ إذا أجي هنا هذا المستطيل عبارة عن قطعة واحدة صاير، يعني خطوط متلاصقة. طيب شلون أخلي الخطوط هاي مفككة؟ أجي أحدده، عندي هنا أمر هو Explode تفجير، راح أفجر راح يصير هذا جزء وهذا جزء. جيد، شنو الغاية من فجرته؟ أجي هنا هذا الجزء أحدده وأضغط هنا كليك، طبعا بإمكاني أنه أتخلص من هاي النقطة وأضغط هنا كليك Enter. الآن أيضا بإمكاني أنه من خلال الأمر Trim أضغط Enter وأتخلص من هذا الخط، أتخلص من هذا الخط. طبعا هذا الخط ما أقدر أستخدم به Trim، ليش؟ لأنه هو خط واحد هذا، فما يقطع البرنامج، فنح نحذفه. طيب هنا عندنا أيضا نقدر نتخلص من Trim، Enter جدا. ايضا عندي هذه مجموعه خطوط بامكاني انه اتخلص من هذه، اما عن طريق التفجير وامسحها، يا اما من خلال Trim Enter. عندي هذا الخط، طبعا هذا ما راح يمسحه وهذا ما راح يمسحه، ممكن اتخلص من هذا الخط. جيد، هذا الخط اتخلص من عندهم بالمسح، لان هنا ذني اخر الخطوط، ف ما راح يقبل يمسح. جيد، الآن طبعاً أكملنا الخريطة، طبعاً هذا الجزء الأول من رسم الخريطة. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نجي ننظف الخطوط الزائدة، وطبعاً راح نضيف أبعاد ونضيف البلوكات من أبواب وشبابيك ونضيف نصوص، وإن شاء الله ابتداء من المحاضرة القادمة راح نتعلم الطبقات. الطبقات من المواضيع المهمة جداً في رسم الخرائط واللوحات الهندسية. طيب في حال لو كان عندي لوحة هندسية كبيرة الحجم وضخمة جدا، وطبعا تحتوي على مفاصل كثيرة كالأبعاد والبلوكات، وأيضا تحتوي على مجموعة من الرسومات الهندسية، بهذه الحالة طبعا من الصعب جدا أن أقدر أفصل هذه المكونات وأتعامل وياها وأحددها وأعدلها بكل سهولة. ليش؟ لأن راح يكون عندي تفاصيل كثيرة، وبالتالي راح يصعب علي التعامل مع هذه التفاصيل. طبعا في هذه الحالة المنقذ هو الطبقات. طيب شنو يعني الطبقات؟ يعني مثلا أنا عندي هذه خريطة، هذه الخريطة راح يكون الحوائط بطبقة، و البلوكات اللي هي الأبواب والشبابيك راح تكون بطبقة، والأبعاد راح تكون بطبقة، والنصوص راح تكون بطبقة، وبالتالي أقدر أتعامل وياهن بكل سهولة. في حال لو احتاجيت فقط الأبعاد راح أفعل فقط طبقة الأبعاد وأخفي بقية المواد، وفي حال لو احتاجيت فقط الحوائط فقط الرسم بشكل عام أقدر أخفي جميع التفاصيل وأخلي فقط طبقة الرسم. طبعا في الخرائط الكبيرة ممكن يضيفون طبقات للرسومات الكهربائية وطبقات للرسومات المعمارية مثلا وطبقات للإنشائية وهكذا، وبالتالي نقدر نفصل طبقة الكهرباء إلى أن يكمل المبنى، وبالتالي نظهر طبقة الكهرباء ونقدر نتعامل مع الخريطة.
طيب نجي ناخذ مثال، طبعا راح تكون هذه الخريطة على صفحة، راح نجي مثلا إلى ركتانجل، مثلا راح أجي أرسم مستطيل وأختار طبعا دايمنشن راح يكون 5 متر في 4 متر، ومثلا في هذه المنطقة راح أعمل أوفسيت. نجي إلى الأمر أوفسيت، طبعا راح نحدد 0.25 ومن ثم طبعا راح نحدد هذا الجزء وإلى الأعلى. في حال لو عندي هذه غرفة وحبيت أرسم لها باب، طبعا أجي إلى الأمر لاين وأتأكد أن الأمر Object Snap مفعل، أضغط كليك أيمن Object Snap، الإند بوينت ميد بوينت سنتر ذن يكونهن فعلهن، وطبعا أجي أضغط كليك هنا وأجي يعني هنا إذا أجي أرسم، إذا لاحظ أنه هذه النقطة هي القريبة، إذا أجي أرسم هنا أي نقطة أرسمها، بما أنك عندي هنا نقطة خضراء فهذه راح تكون هي مثل المغناطيس راح تجذب النقطة الأخرى لللاين. فبيج حالة شنو أقدر أسوي؟ أقدر أروح إلى هذه النقطة وأمشي، يعني مثل ما نقول أحاول أخدع هذه النقطة وأرسم بهذا المجال ومن ثم إنتر. طيب صار عندي هذا الخط، هذا الخط أقدر أسوي له أوفسيت، طبعا نجي إلى الأمر أوفسيت وطبعا 0.25 أوكي، وطبعا أوفسيت راح يكون بهذه المسافة، وهذا الخط راح أسوي له أوفسيت 100. طبعا نجي إلى الأمر أوفسيت وراح نختار 100 سنتيمتر اللي هو 1 متر، وطبعا راح يكون بهذه الطريقة. جيد، الآن راح أجي أحدد، طبعا أضغط سكيب راح أحذف هذا الخط اللي حددته ديليت، طبعا راح أجي إلى الأمر ترم وأضغط على المفتاح إنتر بهذه الطريقة، طبعا أصبح عندي مجال للباب، طبعا بإمكاني أنه يعني أعمل الباب بهذه الطريقة. طيب إذا أجي هنا إلى القائمة layers بهذه المنطقة، طبعا layers بالصفحة هوم، عندي هنا layers، عندي هنا بالأعلى إذا أجي أشاهد أنه عندي طبقة واحدة فقط اللي هي الطبقة اللي بيها الحوائط. طيب كيف أضيف طبقة؟ أجي هنا إلى layer properties راح تظهر لي هذه اللوحة، عندي هنا إذا أجي أخلي الماوس على هذه الأيقونة عندي new layers، وعندي هنا طبعا layers vb freeze، يعني بإمكاني أنه أخلي هذه الطبقة فريز، يعني أجمدها بحيث ما أقدر يعني أتلاعب بيها، بعدين نجي نشرحها إن شاء الله. وهنا أنا طبعا بإمكاني أنه أحذف الطبقة، راح أجي أختار New Layers، طبعا بإمكاني أسمي هذه الطبقة Door مثلا، يعني راح تكون هذه الطبقة خاصة للباب مثلا بهذه الطريقة. هنا أنا طبعا أقدر أختار اللون، مثلا ممكن أخلي لون الأبواب باللون الأحمر، أيضا بإمكاني أختار الخط، سمك الخط سميك ثخين رفيع، مثلا ممكن راح أخليه ديفولت. جيد، الآن عندي طبقة اسمها دور، طبعا بإمكاني أنه يعني أخفي بهذه الطريقة، أخفي القائمة. إذا أجي أضغط هنا راح ألاحظ عندي طبقتين، عندي الطبقة الرئيسية وعندي طبقة دور. إذا أجي أحدد هذا الخط وأجي هنا أشاهده هو موجود بالطبقة الرئيسية. جيد، راح أجي أرسم الأبواب وراح تكون الأبواب بالطبقة دور، راح أجي أحدد الطبقة دور، طبعا لابد أنه أنا كل شيء ما محدد يعني هنا بالورقة الرسم وأجي أختار دور، في حال لو أنا محدد وأجيت أختار الدور راح تنتقل هذه الرسومات للطبقة، راح يحول ليها للطبقة دور. طيب أنا أريد أرسم رسم جديد بالطبقة دور، فأجي إلى الأمر لاين وأرسم مثلا هنا الخط راح يكون 1 متر، طبعا أجي هنا إلى مثلا start and radius، اختار هذا البداية start وطبعا هذه النهاية، وهذا الراديوس اللي هو طبعا راح يكون نصف قطر هذه الدائرة، راديوس راح تكون هذه النقطة. جيد، اذا لاحظ هنا رسم لي الباب باللون الاحمر، طيب ليش؟ لان هنا عندي الباب هو بالطبقة اللي هي لونها احمر. جيد، في حال لو كان عندي شباك بنفس الطريقة اجي هنا ارسم خط، طبعا احنا عرفنا انه نرسم يعني الخط بهذه الطريقة. وطيب نجي الى الاوفسيت مثلا بهذه الطريقة، نجي الى الاوفسيت
ممكن نختار نص متر يعني 0.5، وطبعا راح تكون بهذه الطريقة. وأجي إلى الأوفسيت مرة ثانية وراح يكون متر ونص 1.5 بهذه الطريقة. طبعا هذه راح تكون شباك. راح أضغط على اسكيب حتى أنهي الأمر أوفسيت، راح أجي أتخلص من هذا الخط. طيب طبعا راح أجي أرسم خط بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. أوكي طيب، الآن راح أجي أرسم خط بالمنتصف، هذا الخط إلى هذا الخط المنتصف. جيد، الآن راح أجي إلى الأمر أوفسيت. طبعا هذه المسافة من هنا لهنا 10 سنتيمتر ومن هنا لهنا 10 سنتيمتر. احنا نريد بالمنتصف يعني 5 سنتيمتر و5 سنتيمتر. ال5 سنتيمتر هي 0.05، فراح نجي نخلي الأوفسيت اللي هو راح يكون 0.05، وطبعا راح يكون خط إلى الأعلى وخط إلى الأسفل. طبعا راح يكون هذا هو الشباك. طبعا بإمكاني أحذف هذا الخط أو أخليه، لا بأس. أكو مهندسين يخلوه، أكو مهندسين يحذفوه، لا بأس. إذا ألاحظ هنا عندي الطبقة الخاصة بالأبواب والشبابيك اللي هي باللون الأحمر. طبعا بإمكاني أنه أخفي وليس أحذف، بإمكاني أنه أخفي. إذا ألاحظ هنا عندما أجي أخفي، فقط أطفي الجلوب، أختار هنا تيرن أوف. إذا ألاحظ أنه تم إخفاء طبقة الشبابيك، إذا أردت أظهرها فقط أظهر على المصباح راح تظهر. طيب في حال أنه أقدر أقفلها، يعني نهائيا ما أقدر أحدد ولا أقدر أتعامل وياهن. شوف عندما أجي أريد أشتغلهن راح يظهر لي علامة القفل هذه، إذا تشوفوها ولو صغيرة يعني معناتها الطبقة مقفولة. أقدر أتعامل ويا هذه الرسومات، ولكن الأبواب والشبابيك ما أقدر أتعامل وياهن. ليش؟ لأن الطبقة مقفولة. طبعا أقدر بالعكس، أقدر أقفل الطبقة الرئيسية هنا، وإذا تلاحظون مقفولة ما أقدر أتعامل وياهن. أقدر أتعامل فقط مع الأبواب والشبابيك مثل ما تلاحظون. طبعا نقدر نتحكم، ولكن هنا مقفولة ما أقدر أتلاعب بهذه الرسومات. طبعا موضوع الطبقات موضوع مهم جدا، وراح يفيدني ويسهل علي جميع الرسومات الضخمة. طيب ممكن ناخذ بعد مثال أكثر، ممكن راح نفتح القفل. طيب طبعا ممكن أجي إلى Layer Properties وممكن أضيف طبقة جديدة، ممكن أسميها Text كتابات. جيد، ممكن طبعا تكون باللون الأصفر مثلا، موافق. الآن حتى أفعل هذه الطبقة أجي أختارها من صندوق الطبقات، ممكن أجي إلى Text، ممكن أختار الأمر ملتي تكست، ممكن بهذه الطريقة، ممكن نكتب غرفة. جيد، طبعا ممكن نصغر حجم الخط، يعني ممكن نجي هنا نختار نكتب 0.5 مثلا وهكذا. ممكن اجي هنا اضغط على كلوز. طبعا هذا موضوع النصوص راح تكون ان شاء الله بمحاضرة مختصة ان شاء الله. جيد، اذا الاحظ انه عندي هذه هنا غرفة بإمكاني أنه أتعامل وياها. طبعا بإمكاني أنه أقلل من مربع النص الخاص بالغرفة. طبعا إذا ألاحظ هنا أنا عندي طبقة للنصوص وطبقة للأبواب وطبقة للعناصر الرئيسية، وأيضا بإمكاني أتنقل، يعني بإمكاني أنه أخلي هذا النص بنفس طبقة الدور، فقط أحدده وأجي أختار طبقة الدور الأبواب راح يكون بنفس الطبقة. وأقدر أنقله أيضا إلى طبقة التكست، ولكن موضوع الطبقات مهم جدا حتى نقدر نتعامل ويا كل عنصر بمفردة من خلال الطبقات. نواصل معكم إكمال رسم خريطة منزل، وطبعا وصلنا إلى هذه المرحلة في المحاضرات السابقة. طبعا راح نجري عملية تنظيف للحوائط طبعا من خلال الأمر Trim. نجي إلى الأمر Trim ونضغط طبعا Enter. لاحظ أنه لابد أنه هذا الحائط يكون متصل، فنجي نحذف هذا الجزء وأيضا نحذف هذا الجزء. ممتاز،
لاحظ ايضا هذه المنطقة لابد ان تكون متصلة، يعني هو حائط متكامل. جيد، ايضا هذا الجزء يتم حذفه. ممتاز، طبعا نجي الى هذه المنطقة. طبعا اذا لاحظ انه عندنا بعض الخطوط مكونة من خطين، فلابد ان نعيد مسحها مرتين. ايضا لابد انه هذا الجزء يكون متصل. طبعا هو الفكرة انه لابد انه جميع الحوائط تكون متصلة مع بعض، يعني وكأنما نقطة مي تبدي من هنا وتنتشر بكل الاطراف وترجع بنفس المنطقة. لاحظ انه راح يكون انسداد هنا، فلابد انه يعني يتم فتحها. ايضا هذا الجزء طبعا فقط نلاحظ انه هنا عندنا هذا خط واحد ممكن، نعم نجي نحدده وديليت، نرجع الى الاداة تريم انتر، لابد نجي نضغط على هذا الجزء. ايضا طبعا بامكاننا نضغط بهذه الطريقة نمسح. جيد، الان عندنا هذا الجزء يحتاج الى مسح. هاي المنطقة كلها تقريبا تم تنظيفها. جيد، الان عندنا هذا الجزء. وطبعا هذا الجزء وهذا الجزء. ممتاز، جيد، الان اكملنا تنظيف الخريطة. الان راح نجي نرسم الابواب. قبل ما نرسم الابواب والشبابيك لابد انه نفتح فتحات للابواب. طبعا اذا لاحظ انه هذه عندي صالة، وطبعا عندي هذه غرفة وهذه غرفة، راح يكون باب هذه الغرفة من هذه المنطقة وباب هذه الغرفة من هذه المنطقة. واذا نشاهد الخريطة الاصلية، جيد، اذا لاحظ انه عندنا حمام هنا نشوف موجود بالخريطة، ما موجود طبعا الرسمة لابد. هذا هو حمام، طبعا هذا حمام تابع للغرفة، لابد انه يكون الى باب هنا. طبعا متر ونص هو الصافي. طيب قبل كل شيء نجي نرسمه، نضغط على هذا الخط او نجي الى اوفسيت، وراح نكتب متر ونص 1.5 ونحدد هذا الخط. جيد، الان راح نجي نرسم خط اخر بالاوفسيت من خلال نكتب 0.25. جيد، راح نجي نحدد هذا الخط وبهذه الطريقة. الان راح نجي الى التريم انتر، راح يكون بهذه الطريقة. جيد، الان طيب الان عندنا هنا باب وعندنا هنا باب. طيب شنو فكرة الباب؟ فكرة الباب انه يبعد عن الخط الرئيسي ربع متر، اللي هو 25 سنتيم، يعني 0.25 من المتر لابد انه يكون، يعني يفضل ان الباب ما يلتصق مباشرة بالحائط. طبعا في حال لو اضطر عندي الوضع ممكن انه اخليه ملتصق للحالات الضرورية اذا ما عندي مساحة، ولكن اذا عندي مساحة ضروري اخلي الباب يبتعد عن الحائط ربع متر حتى عد ما ينفتح الباب يكون اكو متسع للفتح. طيب لابد انه افتح فتحة، هذه الفتحة تكون متر، يعني عادة الابواب الرئيسية للغرف تكون متر و80 سنتيم للحمامات، يعني الاجزاء الثانوية الحمامات او مثلا الدبليو سي يكون 80 سنتيمتر، وفي الغالب تكون الغرف متر، وطبعا هو حسب اختياري، ممكن يكون 90 وممكن يكون متر و20 حسب، ولكن الستاندر متر. طيب فراح افتح فتحة، هذه الفتحة متر تبتعد عن الحائط 25. طيب شلون اسوي هاي العملية؟ عندي عدة طرق. اسهل هذه الطريقة واللي انا دائما استخدمها، استخدم الخط المساعد. شنو هو الخط المساعد؟ اجي الى الامر لاين، ارسم خط هنا بنهاية الحائط بهذه الطريقة، انتر. طبعا اذا لاحظ انه اصبح عندي الخط باللون الاصفر. طيب ليش؟ لان اني بالمحاضرة السابقة استخدمت الطبقة اللي هي باللون الاصفر. طيب فلابد انه الفتحات والخطوط الخاصة بالفتحات تكون بنفس الطبقة الرئيسية اللي هي بها الحوائط، فراح ارجع للطبقة الرئيسية وراح ارسم الخط المساعد بهذه الطريقة. طبعا حتى ارجع للطبقة الرئيسية اجي الى الامر لاين،
وأختار الطبقة الرئيسية وأجي أرسم الخط المساعد وأجي إلى الأمر أوفست، راح أخلي هذا الخط يبعد ربع متر. طيب شلون؟ أجي أكتب هنا 0.25 وهذا الخط بعد ربع متر. جيد، الآن راح أنهي الأمر أوفست وأحذف هذا الخط. طيب ممكن واحد يقول زين قبل مباشرة نقدر نرسم هذا الخط؟ نقدر، ولكن هذه الطريقة أسهل. جيد، الآن هذا الخط راح أخليه يبعد متر. طيب شلون؟ من خلال الأمر أوفست، نجي نكتب هنا متر اللي هو 1 وأخلي هذا الخط يبعد متر. طيب أصبح عندي هذه المساحة، أجي إلى الأمر تريم، أضغط على إنتر وأحذف هذا الجزء وهذا الجزء، طبعا بإمكاني بهذه الطريقة. طيب الآن صار عندي فتحة بهذه الغرفة، بنفس الطريقة تكون عندي فتحة بهذه الغرفة اللي هو طبعا هذا الباب مثل ما تلاحظون. جيد، فبنفس الطريقة نرسم الخط المساعد بهذه المنطقة ونجي إلى الأمر أوفست، طبعا نجي نكتب 0.25، طبعا بإمكاننا نعمل بسرعة. أيضا نجي مثلا إلى الأمر أوفست مرة أخرى، نكتب 1 متر وراح يكون عندي المسافة متر. الآن أجي أمسح هذا الخط، هذه هي الطريقة ديليت، وأجي إلى الأمر تريم إنتر وأمسح هذه الخطوط. صار عندي فتحة لهذه الغرفة وفتحة لهذه الغرفة. بإمكاننا نجري فتحة للحمام، وطبعا راح تكون 80 سنتيمتر وراح يكون المساحة اللي تبتعد عنها 20، ممكن تكون 15 لا بأس لأن الباب صغير، ممكن تكون 20. بنجي نرسم الخط المساعد. طبعا إذا لاحظ أنه عندي عناصر التقاط، التقاط عندي النص، بإمكاني أنه أروح للنص وأسحب بهذه الطريقة. طبعا حسب التصميم، ممكن يكون الباب بهذه الطريقة، ممكن يكون الباب بهذه المنطقة، حسب، لا يوجد قانون ثابت. طيب راح نفترض أن الباب يكون بهذه المنطقة، إذا كان في هذه الجهة يبتعد عن هذه الجهة وتبدأ الفتحة هنا، وإذا كان بهذه الجهة يبتعد عن هذه الجهة اللي هي 20 وتكون الفتحة هنا. طيب الآن راح نجي إلى الأمر أوفست وراح تكون 0.2. جيد، الآن راح نجي إلى الأمر أوفست أيضا وطبعا راح يكون عندي 0.8 بهذه الطريقة. جيد، الآن راح أجي أمسح هذا الخط. طبعا أجي إلى الأمر تريم إنتر وطبعا نفتح الفتحة لهذا الحمام. جيد، الآن شنو عندي؟ عندي هنا حمام أيضا يحتاج إلى فتحة. طيب أيضا بنفس الطريقة نجي نرسم خط وطبعا نجي إلى الأمر أوفست، بنفس الطريقة نختار 0.10 لا بأس، لا بأس أن تكون 10، 0.1 لا بأس، ولا بأس تكون 15، يعني نجي إلى الأمر أوفست 0.15. جيد، الآن نجي إلى الأوفست مرة أخرى وطبعا نكتب مثلا 0. لا بأس يكون 75، أيضا ممكن الباب يكون 75 وبهذه الطريقة، ولا بأس أيضا يكون 80، أيضا يعني الخيار لكم، ما بيهن مقاس ثابت، يعني ممكن يكون باب 80 ممكن يكون 70. نجي إلى الأمر تريم إنتر وطبعا ننظف بهذه الطريقة ونمسح هذا الخط اللي رسمناه بالبداية. طيب الآن عندي هنا هذه الطريقة، هذا مطبخ، عندي هنا راح يكون باب وممكن هنا يكون الباب، ممكن هنا عندي طبعا أيضا بهذه الخريطة طبعا عندي هنا باب، تأكد عندنا هنا باب راح يكون للصالة وباب راح يكون للمطبخ. جيد، عندنا هنا باب ركن طبعا راح نستخدمه بعدين، هذا الباب الركن كلش سهل.
جيد، عندنا هنا باب راح يكون وشباك طبعا للمطبخ، هنا راح يكون باب وهنا باب وهنا باب، وايضا عندنا بهذه المنطقه باب. جيد جدا. الان نجي نفتح الفتحات، طبعا راح يكون عندي خط هنا، وطبعا عندي خط راح يكون هنا. نجي الى الامر اوفست، طبعا نكتب 0.25، وطبعا نستخدم هذه الطريقه، وطبعا راح نجي نحذف الخطين. نجي الى الامر اوفست، وطبعا راح يكون عندي متر بهذه الطريقه. نجي الى الامر تريم انتر، هذه فتحه صار لهنا وفتحه لهنا. جيد، عندي هنا فتحه، فنجي نرسم خط، نجي الى الامر اوفست 0.25، وطبعا نجي الى الامر اوفست والامر تريم انتر، نتخلص من هذه المنطقه، وطبعا نجي نمسح هذا الخط. جيد، اصبح عندي هنا باب. طيب هنا عندي الباب، فقط نتاكد الباب باي منطقه هنا صاير. طبعا هذه الطريقة، نجي لها الأمر أوفست 0.25، وطبعا أوفست لا بأس أن يكون متر. ليش؟ لأن هذا باب منور، فممكن يعني ندخل أغراض إليه، فنجي نمسح هذا الجزء، وطبعا تريم انتر، خلص من هذه المنطقة. الآن أعتقد فتحنا كل الفتحات، فقط نتأكد ما عدا الاستقبال. نعم، ما عدا الاستقبال، وعدنا الباب الرئيسية طبعا، طبعا اللي هي راح يكون مترين. جيد، فطبعا نجي هنا نرسم خط، نتخلص من السناب، ممكن نخلي الماوس عليه ونسحبه، نخلي الماوس عليه ونسحبه بهذه المنطقة. جيد، الآن أيضا نجي إلى الأوفست طبعا 0.25 بهذه الطريقة. نجي للأوفست مرة ثانية، راح يكون عندي 2 وليس 1. ليش؟ نعدي هنا باب طلاقتين يسميه أو فتحتين، فاثنين انتر، نحدد هذا الجزء. طبعا نجي إلى تريم انتر، لابد انه نضغط انتر مع التريم. ممتاز، الان عندي الركن الخاص بالاستقبال. ممتاز، الان عندي الباب الخاص بالاستقبال، وعندي الشبابيك، راح نرسم الشبابيك. طبعا راح اقدرهم تقدير، يعني ما مكتوب ابعاد للشبابيك، يعني مثلا هذا ممكن يكون مترين باعتبار انه استقبال، فمترين راح يكون هذا الشباك، يبعد متر عن الحائط ويكون مترين سمكه. فراح نجي نرسم هنا خط بهذه الطريقه، وطبعا نجي الى تريم، راح يبعد متر، فراح يكون متر بهذه الطريقه. طيب الان الشباك راح يكون متر ونص، ممكن مترين هواي. بنجي الى تريم، نكتب 1.5 متر ونص، وممكن يكون مترين لا بأس، ممكن يكون مترين، يعني هنا تقدير ما محددهن المصمم مترين. جيد، هذه فتحة لي هذا الشباك. ممتاز. طيب الآن شنو عندنا؟ عندنا هنا طبعا هذه كلها متر وخمسة وسبعين، ف ممكن انه الشباك هذا يكون متر، يعني هنا 35 ب35 ممكن يكون متر. جيد، فيعني يكون بالمنتصف، فنجي هنا نرسم خط هذه المنطقة، انه هذا عندنا جزء مطبخ حار، فلابد انه يكون به شباك كبير، فراح يكون متر. نجي الى الامر اوفست، راح يكون 35، يعني 0.35
بس نتأكد من الأوفست 0.35. ممتاز. الآن نجي إلى الأوفست مرة ثانية وراح نكتب 1 متر. ممتاز. الآن راح أجي أتخلص من هذا الخط، وطبعا ما راح أحذف هذه المنطقة، لا أحذفتها راح تكون باب، لا شباك راح تكون موجودة، ممكن بعدين راح نخصرها، راح نتعلم كيفية رسم الشباك، فقط حاليا نقطعها. طيب هنا طبعا عندنا كلها هاي المنطقة كلها شباك، يعني فقط أنه تحتاج خط هنا، فقط ننتبه، نعم كلها شباك هذه المنطقة. ممكن عندنا هنا زعنفة قصيرة 10 سنتيمتر أو ممكن 15 سنتيمتر، ف0.15 ممكن بهذه الطريقة، وهذا الجزء راح نحذفه، وهذا كله راح يكون شباك. جيد. طبعا عندنا الغرفة هذه شباكها على المنور، وهذه الغرفة أيضا شباكها على المنور، هذا أعتقد شباكها 1.5 متر، ما أعتقد تستحمل أكثر، نعم 1.5 متر، فممكن تبتعد 0.5 متر. فنجي نرسم خط انتر، ولا بأس انه نرسم خط بهذه المنطقة حتى يكون شباك الخط الغرفة الثانية. نجي الى الامر اوفست، ممكن تبتعد 75 او 50، 0.5، ومن ثم 1.5 متر بالاوفست، 1.5. ممتاز. الان طبعا هذا الخط ما راح نحتاجه. الان هنا ممكن 0.5 متر ايضا بالاوفست 0.5. طبعا نشوف انه 2 متر لو 1.5 متر، لاحظ انه هذا الجزء اكبر من هذا الجزء فراح يكون 2 متر. اوفست طبعا هنا لين عندنا حمام فراح يكون 1.5 متر، هنا ما عندنا شيء فراح يكون 2 متر، ف راح يكون بهذه الطريقة. طبعا هذا الجزء ديليت، هذه الغرفة هذا شباكها، وهذه الغرفة هذه شباكها. جيد. عندنا هنا شباك راح يكون بهذه المنطقة 50 سنتيمتر، يبعد 0.25 متر، فنجي بهذه المنطقة نرسم خط، وطبعا نجي إلى أوفست 0.25، يبعد 0.25 متر، وراح يكون 50 سنتيمتر 0.5. هذا هو الشباك. طبعا لا بأس إنه يكون بالنص، ولا بأس إنه يكون بالطرف، ممكن نحاول يكون بالنص أجمل، فممكن نخلي 50 أو 75، 50 أعتقد مناسب، يعني 50 يعني 0.5. جيد. الآن أوفست أيضا 50 0.5، أجمل الآن. جيد. الآن هذا شباك الحمام، فقط الصالة، هذه الصالة تحتاج إلى شباك، نشوف شباك الصالة، طبعا هذا هو شباك الصالة هنا هذه المنطقة، يبدو أنه 50 شباك، فممكن نجي نرسم خط بهذه الطريقة ونشوف طبعا إيش قد المساحة. طبعا نجي إلى الأمر أوفست، ممكن 0.20 ومن ثم 50، أو هذه كلها تكون شباك بجانب الباب، فهذا الجزء ينحذف، فصار هذا شباك للصالة، وطبعا هذا شباك الاستقبال، شباك المطبخ، وهذا شباك الحار، المطبخ الحار، شباك الحمام. أعتقد إنه البيت كله أصبح به شبابيك، فقط نتأكد. هذا شباك رسمناه، وهذا رسمناه، وهذا رسمناه، أيضا هذين الشباكين رسمناهن، وهذين الشباكين رسمناه.
الآن أكملنا تنظيف الخريطة مع تقطيع الفتحات الخاصة بالشبابيك والأبواب. نواصل معكم رسم خريطة منزل، وطبعاً بالمحاضرة السابقة وصلنا إلى فتح الفتحات الخاصة بالأبواب والشبابيك، وفي هذه المحاضرة راح نرسم الأبواب والشبابيك. ومثل ما تعلمنا أنه سوينا مجموعة طبقات، من ضمن هذه الطبقات طبقة سميناها دور، واللي راح يتم رسم الأبواب والشبابيك بها، فلابد أنه نختارها قبل ما نجي نرسم. وطبعاً لاحظ أن الباب يتكون من خط، هذا الخط يكون متر طوله 1 متر، وطبعا راح يكون عندنا قوس. اذا كان عندي الباب متر فالخط راح يكون متر، ليش؟ لان هذا الخط نفسه راح يفتر الى نهاية الباب. واذا كان عندي 80 او 75 راح يكون الخط 75. جيد. طيب الان راح نجي نختار القوس. طبعا من ضمن هذه الاقواس اي قوس، مثلا راح اختار start and radius. طيب نجي نرسم من هذه النقطة من النهاية، ومن ثم من الركن الخاص، يعني من نهاية الخط، ومن ثم نحدد ركن، ومن ثم نحدد نصف القطر. طبعا يطلب من عندنا نصف القطر اللي هو بداية الخط، يعني نهاية خط، ركن، بداية خط. طبعا نصف القطر هذا هو نفسه، طبعا نعتبر هاي دائرة، فنصف قطرها هي هذه المنطقة، فنجي نحدد هذا الجزء. ممتاز. طبعا بإمكاننا نحول هذا الباب إلى جروب، نحدد هذا الجزء وهذا الجزء ونضغط كليك ايمن، وطبعا نختار جروب هذا الجزء. ممتاز، اصبح عندنا جروب. جيد، بامكاننا انه نستنسخ هذا الباب. طيب كيف نستنسخ الباب؟ نجي الى الامر كوبي، نحدد هذا الجزء، انتر، نحدد نقطة طبعا ممكن نخليه بهذه المنطقة ونعمل له ميرر. طيب شنو يعني ميرر؟ ميرر يعني انعكاس. طيب نجي الى الامر هذا ميرر، نضغط عليه. طبعا راح يقول لي سيلكت اوبجكت، حدد لي العنصر اللي تريد تسوي له ميرر هذا العنصر، نضغط على انتر. راح يقول لي حدد لي نقطه الانعكاس، تريده من هنا بالاسفل ينقلب هيك يصير، لو تريده من هنا يكون بهذه الطريقه. فراح اجي اضغط هذه النقطه وهذه النقطه. طبعا راح يقول لي انت متاكد انه راح تسوي ميرر؟ راح اقول له يس، اضغط على يس، راح يكون عندي ميرر. يعني يا اما استخدم الميرر يا اما ارسم من جديد. طيب بهذه الطريقة عندي هذه البابين نفسهم راح يكونن هنا، فبامكاني انه استنسخهم. فاجي الى الامر كوبي، احدد هذا الباب ونحدد هذا الباب، اوكي. بعدين نجي نحدد نقطة النقل، راح يكون طبعا نقطة النقل مو الاعلى، نقطة النقل راح تكون هذه. ليش؟ لان راح نسوي ميرر الى الاسفل، فهذه نقطة النقل. انتر، عفوا. الان راح نجي الى الامر ميرر، نختار ميرر. طيب راح يقول لي حدد لي الاشكال اللي تريد تسوي لها ميرر، هذا وهذا. انتر، راح يقول لي حدد لي الخط الفاصل اللي تريد تسوي له ميرر منه، وطبعا هنا راح يقول لي انت متاكد؟ طبعا يا اما اضغط حرف واي من الكيبورد، يعني هنا اجي واي، انتر، يا اما اضغط كليك بالماوس على يس. جيد، الاحظ صار عندي بابين بهذه المنطقة. جيد، ممكن عندنا هنا باب، فهذا الباب ممكن هذا نفسه نسوي له ميرر، نفسه هذا الباب نسوي له ميرر هنا. فطبعا نجي الى كوبي، نحدد هذا الجزء، انتر، النقل راح تكون بهذه المنطقة. طبعا نكبر الباب، وين راح يكون؟ راح يكون الى الداخل. لاحظ ان الباب راح يكون الى الداخل هذه المنطقة. انتر. جيد، تأكد. ممتاز. الان عندنا هذا باب وعندنا هذا باب. جيد، الان عندنا هنا عندنا باب وهنا باب وهنا باب، طبعا هذا ايضا باب متر. فنجي الى طبعا هذا الجزء، اختار كوبي، راح نحدد هذا الباب، انتر، نقطة النقل طبعا راح تكون هذه هنا. ممتاز. الان الميرر ما راح يعني ترهم ويانا، اذا قلبناه بالعكس ما راح يكون صح، قلبناه بالعكس ايضا ما راح يكون صح. فراح نستخدم الامر روتيت، نجي الى الامر روتيت اللي هو دوران، فراح يقول حدد لي الشكل، نحدد هذا الشكل، انتر، نقطة الدوران منين؟ من هذه، انتر،
راح يقول حدد لي الزاوية. طبعا يا اما احددي اما فقط اضغط هنا كليك اوتوماتيكيا راح يكون الباب بهذه الطريقة. الان راح نحتاج انه نعمل ميرور. طبعا اسف انا المفروض اخذ كوبي من هذا الجزء وليس هذا الجزء. اخذت هذا الجزء طبعا يا اما هذا الجزء اضيفه هنا يا اما هذا نسوي له ميرور. طبعا شلون نسوي له ميرور؟ لازم ميرور وموف. يلا لا بس فرصه انه نتعلم الامر موف. فنجي الى الامر ميرور نحدد هذا الجزء انتر ونجي نحدد النقل هذا الجزء انتر ومن ثم يس فقط نتاكد نعم. الان نجي الى الامر موف نحدد هذا الجزء انتر نقطه النقل يا هي هذه نقطه النقل نخليها بهذه المنطقه. جيد الان كملنا الابواب المتر. طبعا فقط عندي هنا الباب اللي بزاويه باب الاستقبال وعندي هنا السلم راح نتعلمه ان شاء الله بالمحاضره القادمه. جيد الان نجي نعمل الابواب الخاصه ب 80 سنتيمتر. طبعا ما اعرف انا هذا سويته 75 او 80 ما اتذكر فراح اجي دايمنشن. طبعا اذا لاحظ الابعاد كبيره جدا 80. طبعا اكو طريقه اقدر اقيس من دون ان استخدم الدايمنشن فقط اغير انجليزي واكتب ديستانس دي اي فقط اكتب دي اي راح تظهر لي هذه علامه المسطره واجي احدد منها اللي هنا انا فراح يعطيني 0.8. جيد فاذا عندي هنا 80 فراح نجي نرسم خط. طبعا هذا الخط راح يكون 80 يعني 0.8 ممتاز وراح يكون عندي قوس من هنا. هذا القوس طبعا راح اجي اختار ستارت اند راديوس طبعا راح يكون هذه البداية اعتقد راح يكون عندي بالمقلوب. جيد ليش؟ لان دائما بالانجليزي يبلش من اليسار انا بلشت من اليمين فلابد ان نجي نبلش من اليسار. طبعا نجي نحدد هذا الجزء ومن ثم هذا الجزء ومن ثم هذا الجزء. جيد هذا الباب عندي كمل. بامكاني انه اعمل جروب لهذا الباب طبعا احدده كليك ايمن وطبعا جروب وايضا بامكاني اخذ كوبي من هذا الباب انتر وطبعا نقطة النقل راح تكون هذه. وطبعا اذا لاحظ انه عندي الاورثو مفعل راح الغيه حتى اقدر اتحكم براحتي راح اخليه بهذه المنطقة. جيد الان احتاج روتيت للباب طبعا اجي الى روتيت تدوير نحدد هذا الباب وطبعا هذه راح تكون نقطة التدوير. جيد الان تقريبا الابواب كملت ما عدا فقط هذا الباب. ايضا عندنا هنا باب لا بأس انه الرسم حاليا باب الرئيسي. طبعا نجي الى كوبي راح يقول لي حدد لي الباب هذا نقطة النقل هذا وطبعا راح تكون هنا ممتاز. ايضا راح اخذ كوبي ايضا للباب نفسه انتر نقطة النقل هذا طبعا راح يكون هنا ممتاز. الان راح اجي اعمل ميرور لهذا الباب حتى يكون معكوس اذا لاحظ هنا أنا معكوس عندي فراح نجي الى الامر ميرور راح يكون عندي الانعكاس بهذه المنطقة انعكاس عمودي نحدد هذا الجزء وهذا الجزء وراح اضغط على يس. جيد رسمنا الباب الرئيسي الان نجي الى الشبابيك. طبعا الشبابيك سهلة ان شاء الله فقط يحتاج لها شوية تركيز. نجي نحدد لاين ونرسم خط بمنتصف الفتحة اللي حددناها احنا مو حددنا هذه الفتحة نرسم خط بالمنتصف. جيد وايضا خط بالمنتصف ممتاز. الان نجي نرسم خط نضغط انتر حتى يرجع مرة ثانية استخدمنا الامر لاين خط بالمنتصف بهذه المنطقة وطبعا خط بالمنتصف. ايضا عندنا بعد خطوط بالمنتصف هنا ايضا خط بالمنتصف. لاحظ انه هذه بها شباك
هذه بيها شباك وهذا شباك. جيد، الآن راح نجي طبعا فقط عندنا هنا شباك يعني نسيناه، راح نرجع للطبقة الرئيسية اللي هو شباك هذا الحمام. ضروري بالطبقة الرئيسية نرسم خط، وطبعا نجي إلى الأمر offset وطبعا 0.25 بهذه الطريقة. الآن offset 50 0.5 بهذه الطريقة. طبعا سوري 50 لابد نجي إلى offset مرة ثانية 0.5 بهذه الطريقة. جيد، الآن نرجع إلى طبقة الدور، نرسم خط، ممتاز. الآن راح نجي نعمل offset لكل خط بسمك 5، فنجي إلى offset وطبعا نختار 0.05 يعني 5 سنتيمتر، موافق. نجي نعمل offset، طبعا راح يكون offset للأعلى وoffset للأسفل، تأكد بنفس الطريقة offset للأعلى offset للأسفل بهذه الطريقة. طبعا هنا فقط نحتاج أن نرسم خط بالمنتصف، نسينا هذا شباك مطبخ. أيضا offset بنفس المساحة ممتاز. طبعا بإمكانكم أن تحذفون الخط اللي بالمنتصف، بإمكانكم تخلوه لا بأس، الأمرين صحيحات والخيار لكم. الآن أكملنا رسم الأبواب والشبابيك الخاصة بهذه الخريطة. نواصل معكم رسم خريطة منزل بواسطة برنامج أوتوكاد، وطبعا وصلنا إلى رسم الأبواب. طبعا فقط عندنا بهذه المنطقة عندنا باب مكسور بزاوية معينة، وطبعا هذا الباب هو 1 متر تقريبا. فحتى نكسر هذا الركن هنالك أمر، طبعا هذا الأمر موجود ويا الفلت، نجي هنا الأمر اللي هو اسمه تشامفر. الأمر تشامفر بمجموعة من الخيارات، من ضمن هذه الخيارات هو دستانس. الدستانس يطلب من عندي تحديد المساحة من هنا وتحديد مساحة من هذه المنطقة. مثلا من هذه المنطقة 1 متر ومن هذه المنطقة 1 متر، راح يوصل خط بيناتهم ويحذف الجزء الباقي، يكسر المساحة. طبعا هنا حتى نحصل على وتر 1 متر، فراح نسوي مساحة 75 سنتيمتر من هنا و 75 سنتيمتر من هذه المنطقة. المساحة اللي بيناتهم الوتر راح يكون 1 متر. فبعد ما اختارنا الشنفر نجي نختار دستانس، راح نجي نكتب هنا 0.75 متر 0.75 متر للطرف الثاني. فراح احدد هذا الجزء وراح احدد هذا الجزء، راح يكسر لنا ياهن بهذه الطريقة. طيب ما ممكن انه اسوي شنفر بنفس المساحة لهذه المنطقة، طيب شنو اللي اسوي؟ لابد ان اسوي offset بهذه المنطقة حتى تعطيني كسرة اخرى. طيب فاجي الى الامر offset بهذه المنطقة، وطبعا راح اكتب 0.25 اللي هو المساحة، مساحة الحائط. فراح احدد هذا الجزء وراح يكون الى الخارج بهذه المنطقة. جيد، الان اجي الى الامر trim، اضغط على انتر، راح اتخلص من هذا الخط بهذه المنطقة، وراح اتخلص من هذا الجزء، راح اتخلص من هذا الجزء، اصبح عندي بهذه الطريقة. جيد، طيب الان راح اجي ارسم الباب، وضروري جدا اجي هنا اتاكد انه خيار الطبقة الدور، وطبعا اجي الى الامر لاين، ارسم خط وليكن خط يعني بزاوية قائمة او يعني باي مثلا هذه الزاوية، راح اكتب 1 متر، انتر. جيد، الان راح اجي الى روتيت، الامر روتيت، راح احدد هذا الخط وانتر، ومن ثم راح احدد زاوية الدوران، طبعا راح تكون بهذه الطريقة، يعني راح يكون خط موازي مع هذا الخط بهذه الطريقة. جيد، الان راح اجي الى الامر ارك، واختار طبعا ستارت اند راديوس، طبعا راح اختار مثلا هذه الزاوية نجرب، ومثلا هذه الزاوية، ومن ثم راح يكون هذا هو الراديوس، ممتاز.
الآن راح أجي أرجع إلى طبقة اللي هي طبقة الأبواب اللي هي اسمها صفر. طبعا بإمكاني أنه يعني أتحكم بها ولكن راح أخليها كما هي. أجي إلى الأمر لاين وطبعا راح أرسم بهذه المنطقة وراح أرسم خط بهذه المنطقة أيضا. ممتاز. الآن راح أجي إلى الأمر ترم، أضغط على الأمر إنتر وأحذف هذا الشكل. جيد، الآن أصبح عندي الباب جاهز. طيب بعد ما رسمنا الأبواب راح نجي نرسم الأبعاد. والأبعاد إذا نجي هنا عندنا طبعا دور وعندنا تكست اللي راح تكون بها الكتابة، فراح نضيف طبقة جديدة. وطبعا أجي هنا إلى Layers Properties، عندي هنا ثلاث طبقات، راح أنشئ طبقة جديدة راح أسميها مثلا Dim اللي هي اختصار Diameter، مثلا Dim مثلا بهذه الطريقة. وطبعا راح اختار لها لون اللي هو مثلا راح يكون لون اخضر. ممتاز. راح اغلق اللاير ستايل. بالبدايه لابد انه نعرف الابعاد. طبعا اذا اجي هنا على الانوتيشن عندي هنا الابعاد، اذا اجي اضغط هنا كليك واختار مثلا البعد اللينير، فاجي هنا ارسم خط وارجي هنا كليك، راح الاحظ انه السهم كلش كبير والرقم كلش كبير، اي ان نحتاج ننسق الابعاد. جيد، شلون انسق الابعاد؟ اجي طبعا هنا بمربع الحوار اكتب حرف دي ومن ثم انتر، راح تظهر لي هذه القائمه. طبعا راح اجي اضيف تنسيق جديد للابعاد من خلال اجي الى الامر نيو، وطبعا راح يعني مثلا اسميه مثلا بهاء لا على التعيين باي اسم، ومن ثم اجي الى كورنت راح تظهر لي هذه. طبعا هذه القائمة بها مجموعة من الإعدادات. طبعا عندنا هنا مثلا lines اللي هو الخطوط. اولا الكولر راح يكون بلون اخضر حتى يكون لون يعني مغاير، لان الاصفر راح يكون مثلا ممكن للنصوص والاخضر راح يكون للابعاد. ايضا هنا عندنا طبعا هنا لون الاسهم اللي هو بالاخضر، عندنا هنا لون الخط هذا اللي هو المحاكي للسهم، فايضا راح يكون هنا اخضر. جيد، مثلا عندنا هنا ممكن يكون 0.5 مثلا. جيد، طبعا نجي نعدل بيهن واحدة واحدة. مثلا نجي الى مثلا sample and arrow، مثلا بامكاننا نتحكم بحجم السهم مثلا 0.5 بهذا الشكل. وهنا طبعا نختار above dimension text حتى يكون موازي، يعني هنا يكون مختلف موازي. الان نجي الى text، راح نغير التكست كولر الى اخضر بهذا الشكل. وطبعا نجي الى حجم التكست مثلا ممكن يكون 0.5، ومن ثم موافق، ومن ثم كلوز. طيب نجي نجرب ونشوف شنو العائق. نختار القياس الخطي مثلا بهذه هي الطريقة، بهذه الطريقة مثلا. ممتاز، لاحظ انه البعد ما عدا انه عندنا الخط هذا كلش كبير، والأوفسيت المساحة أيضا كلش كبيرة. طيب الآن نجي نعدل، طبعا نضغط على دي انتر، وطبعا بها نجري له موديفاي. نجي هنا عندنا طبعا عندنا الدم لاين هنا اللي هو مساحة الخط 1.5، نخلي مثلا 0.2، ومثلا الأوفسيت اللي هي المساحة ممكن نخلي 0.1. نجرب ونشوف العملية. جيد، الآن ممتاز، عندنا هنا 10، ولو طبعا رقم كبير والسهم أيضا كبير، ممكن أيضا نتحكم بهن. طبعا نضغط على دي انتر، وطبعا نجي إلى موديفاي، نجي طبعا هنا إلى الأسهم ممكن يكون 0.2، وطبعا نجي الى التكست 0.2، ومن ثم موافق، ومن ثم كلوز. اذا نجي هنا طبعا نتحكم. ممتاز، ولو 2 قليل ولكن مقروض، خصوصا انه اذا كان عندنا مساحات صغيرة. طبعا لا بأس انه يكون 3. موديفاي 0.0 مثلا 4 لا بأس يكون. وطبعا السهم ممكن يكون 0.3. جيد، الآن
راح نحذفه، وطبعا راح نجي الى اللاين. ممتاز. طبعا عندنا هذا بعد، نجي الى الامر لاين ايضا خط، وطبعا راح نضيف بهذه هي الطريقة 20. صار عندنا هاي القطعة اللي هو 20 × 10. جيد. الان راح نجي نضيف ابعاد، طبعا نجي الى الامر لاين، نضيف ابعاد هذه الغرفة. طبعا نضغط هنا كليك وهنا كليك بهذه هي الطريقة. بامكاني اضغط على انتر حتى اعيد بنفس الامر، مثلا هنا أنا ايضا ممكن بهذا الشكل. اضغط على انتر، نضيف البعد بهذا الشكل. طبعا بعد ما يحتاج اضيف هذا البعد لان هنا أنا موجود وموضح. طبعا ايضا ممكن على اللاين. طبعا بامكاننا نضيف بقية الابعاد، مثلا ممكن هذا البعد ممكن يكون بهذه الطريقة. ايضا بامكاني انه اضيف مثلا هذا البعد، مثلا ممكن طبعا، وهكذا اضيف بقية ابعاد الخريطة. طيب الان عندما اجي اضيف النص، اجي الى الطبقات، ضروري جدا اختار طبقة التكست، واجي الى التكست هذا. طبعا اجي هنا اضغط كليك واختار ملتي تكست. جيد. راح اختار مثلا هذه المنطقة بهذا الشكل تقريبا. طبعا بامكاني انه اتحكم، مثلا هنا راح يكون 0.5 البعد بهذه الطريقة، واجي اكتب مثلا هنا غرفة، وطبعا بعدها كلوز. ممكن ادي غرفة طبعا اقدر اتحكم بها من هنا. طبعا ايضا اقدر اخذ كوبي من هذه الغرفة مثلا بهذه المنطقة، ممكن هنا تكون غرفة. ايضا بامكاني انه اختار مثلا بهذه المنطقة، مثلا ممكن هنا استقبال، ممكن هنا يكون بهذا الشكل. طيب اقدر اجي اعدل مثلا هذه الغرفة، اضغط عليها دبل كليك وامسح، اكتب مثلا صالة، هنا الدبل كليك واكتب مثلا مطبخ، وايضا هنا الدبل كليك واكتب مثلا حار، دبل كليك هنا مثلا اكتب استقبال، ومن ثم اجي الى كلوز، اعدل مثلا هنا اعدي كلمة استقبال، ممكن تكون بهذه الطريقة، يعني ممكن هنا بهذا الشكل. ممكن عندنا هذا المطبخ الحار، ممكن نخليه بهذه المنطقة، ممكن بهذا الشكل نخلي المطبخ النص. طبعا بهذه الطريقة قدرنا نكمل رسم الخريطة بأسلوب سهل ومبسط واحترافي في نفس الوقت. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة مفيدة ومهمة للجميع.